منطقة النبيشيت. وشنو مع البشيت؟ عدد يدوية. والله استمر ارتفاع الدولار اختلفت الوضعية، السوق صار بينه ركود وحركة ضعيفة. البضاعة كلها أجنبية، كلها مستوردة. إي متعلقة بالدولار، لكن هنا هو التعامل كله بالدينار. ارتفاع الورق عن الطبع اختلف طبعا، يصير بيها ضرر، يصير بيها ركود. طبعا اشقد ينزل اشقد احسن. يصير قيمة للدينار طبعا. لان هي اغلب الغراض هي تجي مو يعني كل محليه، خلينا نقول كلها مستورده من الصين، من الامارات، من دول يعني يستوردوها، فيستوردوها منك بالدينار اكيد بالدولار. الحركه التجاريه شلون؟ شو والله الحركه شويه ركود. سبب ارتفاع الدولار اثر عليكم؟ طبعا ارتفاع الدولار يعني كان مناسب، كان 1480. والله احنا ما تعامل بالدولار يعني، بس هو كعام يعني احنا ما عاد نعمله بالدولار. نعم. اي بس هو ارتفاع هذا اثر على السوق. بصورة عامة اثر. الصور حجي اذا ينزل الدولار على 120. طبعا تصير حركة. ايش؟ ايمتى تصير حركة؟ تصير حركة اذا ينزل السوق، تصير حركة. والله مطالباتنا على الوالد الدولة تعمل حل. اولا ايجاراتنا ظالمة بالسوق هوني. اي وشغل ماكو. ايش قد الايجارات والمعدل؟ والله ايجارات 4 ملايين و5 ملايين و10 ملايين، ايجار 10 ملايين بالسنه. اي والله هاي ايضا تنضاف يعني كهربا. طبعا كلها تنضاف، مصاريف، عمال، كهرباء، مولده، حركه ضعيفه يعني هذا عشان خربطه بالسوق بالاسعار مال الدولار وما الشغلات هذه، هاي خربطه كلش قويه يعني، هاي وحده. والوضع العام معف يعني وضع السوق نفسه يعني. تعاملكم بالدولار لا بالدينار؟ بالدينار. يعني كثير ناس مثلا قال لك انتظر دي ينزل بعد دي يستقر على الفو على يرجع على الفروبو يرجع لالي، ما انزل. واكو شغلات ضروريه لا يجون يشتغلون. مطالباتنا مطالبه اي مواطن عراقي. هسه بعد الشوارع تصير الحمد لله، هسه اكو تطورات بالشوارع، اكو تطورات بهذه، يعني اكو تحسن بالبلد. بس ننتظر ان شاء الله شعب، بلكي بعد هالتبليط وهالشغلات يصير السوق ان شاء الله. قبل شو تسوي؟ ارخص له هالساعه الصراحه. شوية فرق السوق يعني، فرق صعود الدولار يفرق السوق شوية. هذا أثر عليكم أنتم؟ طبعاً شو ما أثر. إذا ينزل ما شوية أثر. أكيد ينزل السوق. هو تعاملكم أنتم بالدينار ما تمام؟ بالدينار. بس مؤثر ارتفاعه؟ يأثر، يرتفع السوق شوية. طالب نزول الدولار.